كل عام وانتم بخير. اهم الاهداف الاساسيه اللي يجب ان يحققها النظام الغذائي لمريض السكري في شهر رمضان: تجنب هبوط معدل السكر قبل وجبه الفطور، تجنب الارتفاعات الشديده ما بين وجبه الفطور ووجبه السحور، تجنب زياده الوزن، تجنب الجفاف نتيجه نقص السوائل، تجنب اضطرابات مستويات الاملاح في الدم. لذا من المهم أن يزور مريض السكري أخصائي التغذية العلاجية قبل شهر رمضان لإعداد الخطة الغذائية اللي تتوافق مع الحالة الصحية لمريض السكري.